كده كده ما تخافش، مش هنعيد الحتة دي، هناخد العربية ونخلع. خلونا السوق، خلونا السوق. أكيد اللي ما جاي تسيبونا سوق انا يا جدعان. أكيد اللي جاي فاضي ده أكيد فاضي. أنا أنا معايا ريفولفر. ريفولفر هو ده اللي معاك أصلا. أنت معاك شبابيك. أنا غلبان والله. ومركب يا جدعان. أنا عايز أقعد جنب السواق إذا ما ينفعش. أنا قعدت جنب السواق. انت بص عندكم ايه؟ كرسي السواق هو اللي مريح. جماعة ما اقدرش اطلع اسلحة. هو مين اللي قاعد جنب ده؟ جاي انت بالم انت اللي قاعد جنب ده؟ لا خد يا رب ده انت اللي ده انت اللي سايق احمد؟ لا خد يا عجب يبقى انت بالم اللي قاعد جنب ده انت انا لقيتها حلوة كده. اوه نو واي انت عم انت مشلول كده ليه؟ بلاش هيت ده ايدك مكسوره جماعه احنا على اخر حته بس بس كده انا غلطان اخر حته بس لا لسه دي لسه واحده كمان ايوه بس هنعيد من الاول ولا من اخر حته وصلنا لها؟ لا ما احنا لسه هنروح نطلع تاني ايوه بس اخر حته وصلنا لها يعني فادي بص انت تعال اقول لكم على حاجه بس انا هسيب فادي بالعربيه يروح يطفي وانا انزل اضرب معاه اروح اعمل ايه؟ ازاي هيزوق يطفي؟ ما عادي ما انا سايق اهو بطفي لا والله ينفع؟ ماشي انا قدها وقدود اروح اطفي ما تنزلناش جوه نزلنا بره واحنا نخش دخولك الرايق طب بقول لكم يا جماعه بصوا اسمعوني بس اقدر اطلع سلاح لا ما ينفعش بص انت داخل عليهم اهو قبل ما تفتح قبل بقى عند البيت ده وقف خلصت الجامعه يا باشا تعالى بقى فادي بقى خد بقى العربيه قصه العربيه ورشها ماشي بس اضغطوني ما تسيبونيش لوحدي كده مش هنسيبك بتشوف ادي اول قناص مات لا موت خلي بالك خلي بالك بيضربوا عليا يا جدعان تاني مات تعال هات الاي دي هات الاي دي يا فندم استنى بس لا مفيش قدام ما تضربش عليا يا عم ابدا ابعد يا عم بيضرب يا لهوي والتالت مات جبت كل التلاتة لسه ما كانش حد فوق بيضرب عليا بس خلاص جبته خلاص جماعة واحد بيضرب عليا تعالوا جنبي ابعد انت بس ما تجيش انت كل ما اجي انا طيب الاي والدي خلاص اتاخدت ولا لا لا فادي يحتاجني جماعة انا طفيت كله ابعد بقى عن الحتة دي خالص ابعد خالص بس خلاص انزل اضرب معاكم لا ما تنزلش خليك جوه العربية طب يا شوف في عربية جاية اوبا ولا يا ابن جماعة واحد على شمالي شفته خلاص يلا يا جدعان لسه السي والبي بس يلا حدي روح يجيب السي والبي فاضي الحته فاضيه عندهم يلا يا جماعه خلي بالك بسرعه في ناس ورايا ولا من اغطيكوا اقف بالعربيه قدامكوا ولا لا في واحد ورا في واحد ورا بسرعه انا باخد سناكس جيب استنى انا هقف قدامه بالعربيه انا هيقتلك بالعربيه هيقتلك مات انا كنت عشان احميك مات خلاص انا موتته خد ال ايه ده هو احمد محمود صار عندي ليه ان هو بياخد السي
ما هو بياخد السيف عن العربية. يلا حسن بيك. طيب انا راح. يلا جماعة انجزوا. ايوه خلي بالك مغطينا كده. يلا كده يلا. يلا شباب كله يركب. يلا لسه لنا اخر حتة. لسه لنا اخر حتة. نسيت واحد ورا. استنى يا فادي. يا. كده بقى بسرعه اركب بسرعه بسرعه جري يا لف يا فادي لف 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 ايه كده تمشي يا فادي ناحيه ال مين احمد ايه الزرق يا سواق ابراهيم انت معلش لسه ما خدتش الرخصه بالراحة يا سوال بقى انت معانا واحدة هافلة تسعة تظهر يا نهار في طيارة ورانا يا لهوي طيارة بظبط خلاص هدي على جنب انزل اجيبها لا 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 هدي ايه احنا راكبين تاكس دنيوية ايوه استنى بس هدي على جنب ادفع انت احكيهم يا فادر لا يا دي الميلة ده كل الوسعان ودخل هنا ايه جماعة اضربوا نار على الناس دي خش تحت اي كوبري وانا هنزل اضربه ماشي لما نضربش نوتيلا عليهم اقف انزل انزل اتوقف هنا يا فادي طب استنى انزل عشان الطيارة اوقف يا كده يا راجل انت لسه فاكر جواب في عربية بسرعة يا ابني استناك لفت من ناحية التانية راحت من الجنب التاني يلا هاتوها الله ينور عليك وانا صورت الانفجار يلا اخلص يلا نزلنا بيها بشويه ها طب بقول لك استنى 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 اوه 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 انتوا بقى اخش اطفي في ناس هنا يا جدعان يا جماعه اخش اطفي ثاني قبل ما تخش بص اعمل ايه انا دلوقتي يا فادي يا سيدي في ايه بدا انا زوست عليك انا اسف ايه ده كل ده دم ده انا طب يا بيت ايه ده انا سحبت فيك الارض اخش اطفي ولا اعمل ايه خلي بالكوا عشان في ناس كتير قدامي هو في لسه عربيات ولعه ايوه يا عم طب امال ما اخشش ليه انتوا بتامنوني يعني ما احنا قلنا ما تخشش ماشي يا لهوي بتضرب عليا استني رايح خالص انا بقول استنوا عشان كده انا فوق يا جدعان شايف الكل ماشي انا جاهز اما تقولوا لي خش هخش يا جدعان البتاع يا جدعان البتاع الحرايق دي هتخلص خش طب يا جدعان اخش بقى وخلاص خش انت يا فادي مالكش دعوه بينا خش انت كده كده مش ماشي ما انا عمال اقول خليك دايس اكس وانت داخل خليك دايس اكس وانت داخل انا الارمر بتاعي ناقص استنى يا عم ارمر معيش ارمر واضح ان الجيش خلاك ذكي يا ابني خش خليك دايس اكس وانت داخل ماشي اكس بتاع ايه ده؟ اللي بتاع ايه؟ بيعمل ايه يعني؟ هيخليك موطي وانت جوه ماشي يلا يا جدعان انا جايبهم كلهم من فوق اهو يلا يا جماعه انا عمال اطفي اهو في ايه يا لهوي روح من ايه بسرعه خلي روح من ايه روح من ايه اف ايه هتطلع اهي اهي اجيبها خش يا بان خش يا بان معاك خش يا بان مع تفضيل الناس اللي جوه انا خلاص جبت لكم كل اللي كانوا فوق يا جدعان خلاص الايه يا جماعه الايه خلاص جماعة تعالوا اضربوا عندي بتضرب قلت لك خليك دايس اكس مش عارف ادوس اكس وادوس مية في نفس الوقت جماعة حد يجي لي هنا انا جاي لك انا وراك اصلا انا وراك مالكش دعوه اصلا وانا جاي وراك خلي بالك عشان الناس اللي وراك يا جدعان انا جبت لكم كل وراك خلي بالك خلي بالك رشيت عربية رشيت واحد وقعته في المية
يلا يلا هو كلهم تعالوا بقى انتوا خدوا خلي بالك واحد هناك هذا هو هذا هو الاثنين ماتوا خلاص قبل الثالث قبل الثالث عايز اخد ارمور احميني يا اسطى انا بس انا شايف من فوق بس استنى بس واحد خلي بالك يا بلبل خلي بالك يا بودي ما هو فيش حد خلاص خلاص جبته جبته خلاص انا في واحد هناك يا لهوي يا جدعان دول قاعدين بيزيدوا تعالوا بسرعه خش بسرعه خد خد خش كل التارجت اللي موجود انا شايف من هنا انا ما ينفعش اخد انا ما ينفعش اخد الاوبريتور اللي معايا يا جدعان مين كان بلبل ولا بودي روح يا روح يا روح يا بلما طيب انا واقف اهو لاوي انا مين ده اللي بيتصل بيه على الديسكورد خلاص جبت اللي كان رايح لك ده ما تردش ما ترد مش هرد انا الصوت ده بيرخم خلي بالك جبتهم خلاص جبتهم جماعه واحد ورايا جبتهم الاثنين ما فاضلش غير الواحد اللي عندك ده هجيبه دلوقتي لا ده في اربعه في اربعه يا جدعان انا مغطي اهو عندي فادي اهو طيب هو ده جاب واحد عندي مش عارف ادوسه دوسته يلا بسرعه يا بلبي بسرعه حاضر انا قاعد اهو حواليك اهو قاعد بره ماشي انا كده جبت كل اهو ايه ده هيتدب لي ايه الواد ده انا عمال ادوسهم يا ابني انا بموتهم قبل ما انت بتجيبهم لا انا في انا بعيد عنك خلي بالك واحد جالك عند العربيه ماشي شفته يلا 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 اهو اهو طيب فضل كده كام تارجت ابو دم استنى واحده هو بالظبط واحده ايه ده مش عارف اجيبه خلاص جبت واحد هو ده واحد اهو كمان في واحد جنبي اه دوسته واحده بالظبط دوست عمال يعيط زي العيال اهو انزل يا فادي انزل فاضل واحد اهو حد يرش كده ايه ده واحد ورايا حد يشطف بقيت 32 كبير ما تسيبوني اسوق خلصت يا جدعان ولا ايه؟ ايوه اركب يا بلبل لسه خدوني ده يا جدعان هنا اركب يا بلبل خد بالك عشان في ناس جايين يلا لا لا عبد الرحمن ربيع عمالة تنط استنى نط ايه انا اللي خبطت ده تليبورت ورا انت حاسس طب سيب مني اللي اسوق بكره ومش عارف اي حاجه يلا يا احمد يلا ايه الفلسفه دي يا جدعان يلا بينا ادبي ولا علمي ادبي ما عشان كده انت بتقول يا جدعان مين اللي واقف يا الفلسفه دي زي علم نفس وعلم على السل اللي انا اعرفهم عبقري يا ابني اسقف لك علم النفس لما بيخش مع الاقتصاد اللي هو بيدرس نفسيه الدوله من الف مبروك يا جدعان الله الدولة لا نفسية والله كويس عيب عليك ده انا بهدل في الامتحان زي كده الضحكة دي سيف عشان ما يبص اللي عملناه ده بص واقفين لنا بص بقى نجيب لك شطهم انا طوحت واحد اشرف ابو كيك على نفسي يا عبد الرحمن معلش سيبني انا اسوق والله السواقه طلع غريبه في الفيديو اه اللي بيصور دايما اللي يسوق المفروض انا اللي اسوق والله عشان انا اللي بصور السواقه غريبه جدا تعالى اه يعني صوروا فيديو انتوا فريم ريكورد يا جدعان انا بصور عشان ارفع على القناه يعمل الزفت طب بيكلمك ازاي وهو اوف لاين اتكلمت يا ليه بايتد هيي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 ي
ايه ده؟ بص يا فادي انا اتخرمت يا مخمور خور اشرف يا مخمور يا جدعان مش اللي بابا بقى السن بقى ده خدنا كام بقى اما نشوف ولا الهوا ده انا برونز بعد كل ده جدعان بلاتينيوم
لا 35,000 وشوية. لك لا ايه؟ حبش اتكلم عن نفسي كتير. حلو قوي يا جماعة، انا قربت من ليفل 34.